الأباء، الأباء يعتبرون تبارك الرحمن من أضخم التراث العالم. أصولهم روسية، انتشر إنتاجهم بالفترة الأخيرة بتركيا بزود. الرحمن شوفوا هذه نسمة، هذه كويحة جميلة. هلا كويحة، هلا تبارك الرحمن. وهذا ذهب، هلا هلا ذهب أخو كويحة، وبندا أخو كويحة. عدن علاقة تعوروني. هلا لا يعورون شوي 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 ذهب لا اله الا الله من يذكره عندك ما شاء الله ما شاء الله بيج بوي بيج بوي عندك لا اله الا الله طبعا باندا يعني من العلاقات الغريبة صارت بيني وبينه من بين كل الأبايات ذهب كويحة سويدة وايد رزين الكلب ثقيل شخصيته وايد ممتازة سلوكه راقي ويعتبر الألفة ومو ضروري تكون شخصية الكلب قوية انه يطق الكلاب على اساس انه يكون الكلب ألفة ولا الألفة غير الألفة احنا نقصد اللي هو قائد القطيع منو قائد القطيع دائما بين اي حيوانات خيول خرفان خيل لازم يجيلك واحد فيهم هو الألفة هو القائد القطيع هو الليدر تبي جرومانج سويت جرومانج هذه سويدة تبارك الرحمن ام اللي راول هناك هذه انتجه تبارك الرحمن باندا كان ذكر الحين ان شاء الله في انتاج قريب بين كويحة وذهب الذهبي والنسل الثاني تفرق ما شاء الله بوزها يفرق هذه تبارك الرحمن فيها الضخامة ها قدي قدي هلا 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 من اجمل الكلاب احساسهم تبارك الرحمن وايد جميل راقي راقي الالباي ما يفهم بالالباي الا اللي لازم يربيه شكله وشوي مخيف شكله تحس انه ضخم ولكن ولفته وعلاقته مع الاسماك تبارك الرحمن ذهب اسم على مسمى الكلب تبارك الرحمن صدق ذهب ذهب اخلاق ذهب راقي شخصيه قويه شوفوا يوم اقول لكم بالهواش يطق بانده طبيعي يصير بينهم الفايت وهم فيهم الغريزه هذه ولكن ما توصل لمرحله الدب بدات انه كبروا ويا بعض ولكن خلينا نقول فرض الشخصيه اكثر لازم تصير بين الكلاب بين الذكوره بين اي قطيع حيوانات لازم يكون هذا الشيء طبيعي فرض الشخصيه مثل ما قلنا شخصيه الالفا قائد القطيع مثل ما قلت لكم قائد القطيع يعتبر باندا ولكن هذا تغريب تبارك الرحمن يعني ك شلون اقول لكم شخصيه بعيد عن الالفا عدل ما يخاف احنا يوم نتكلم شخصيه ما يخاف الالفا قائد ما انا قائد شباب وده داخل غرفه لا كان رابع تصميم الكنل اللي احنا عندنا الاساسيات بعيد عن المظاهر الخارجيه نحتاج امور اساسيه الخانات شوفوا عندنا الخانه تبارك الرحمن هي المقاس مالها احنا يوم نسوي خانه بهذا المقاس على حسب الاحتياج او على حسب انواع الكلاب يعني مثال نفس هذه الخانه نقدر نقسمها على قسمين الى اربع اقسام تبارك الرحمن مساحه كبيره احنا يوم فصلنا نفس هذا الكنل كان الاحتياج الاساسي انهم يكون حق الالباب نفس الوقت سالفه البلكونه الخاصه هذه يوم تسويها لازم تكون حريص على اساس تسوي البلز حق التكييف وايد ممتازه لما تكون في بلكونه خارجيه حق الكلاب كان مصحتهم ما يحكرون نفسهم وما يوصلون بالنسبه حق الارضيات غيره احنا عندنا اهم شيء بالكنل احنا اهم شيء بالكنل اللي هو مجرى البواليه لازم تكون حريص على مجرى البواليه الانسياب او نزول الارض وقت الغسيل غيره يكون نازل دائما على البواليه فيسمونه نسيت شنو يسمونه اللي هو انسياب الماء حق الوسخ الغسيل فتحط اللاينات تاكد مكان الجوره ومكان البالوعه
بين فتره ثانيه لازم تسليك البواليه. هذه الامور هي الاساس احنا عندنا اياها بالكنف، النظافه والوقايه هي الاساس اللي يحتاجها اي كنف. فلا الحين يعتبر العوازل وايد ممتازه من فوق، المساحه ممتازه، التهويه من لازم تبارك الرحمن جدا ممتازه، مساحه الكنف 25 متر ب 10 امتار تقريبا، لا سبعة مخبة الرحمن، الطول 25. من الكنلات الجميلة، من الأفكار الجميلة، اللي حاب يسوي كنل، اللي حاب يصمم كنل، سواء كان عندك مزرعة، كان عندك شاليه وحاب انك تسوي كنل بس ما عندك تفرق او خايف انك تسوي، بالعكس هذه احنا الخدمات اللي نقدمها، تصميم الكنلات، تنفيذهم وغيره. اتمنى ان عجبتكم اليوم هذا تبارك الرحمن الجميله، باذن الله قريب في انتاج له ويا باندا، وذهب هني ويا كويحه، باذن الله ان شاء الله هم لهم انتاج قريب جميل، وهذا اول انتاج اعتبر لهم لله الحمد تبارك الرحمن. اعمارهم قريب 5 شهور 6 شهور عادة، أو الدارج بين الألباي ينقص الزيت وتنقص الأذاني من ناحية الجمالية، من ناحية الزيت ساعات تكون الزيت طويل وايد فيلف، يعني كبر الشد يسبب له مشاكل. فهذا تبارك الرحمن مو مجوسين، يعتبرون بيوت ذات يوم ذكر، واحتمال ترى يكونون للبيع لله خاطر الألباي يتواصلوا وياه. طبعا شامبيون بلود الألباي إنتاج روسيا، إنتاج تركيا، من اقوى الكنلات هناك، وباذن الله قريب راح اعطي لكم حتى اسم الكنل حق الاشخاص المهتمين، والله يعطيكم العافيه.